فيه تعويض موضوع البرمجيات معتمده من جامعات وليه معتمده ومجانيه. يعطيكم العافيه. ماشي حاله وفي انسانيه وكذا وكذا يعني اكثر من المجتمعات الغربيه. والمراه ومجال التاهيل والتمكين. كمان بدنا نركز على المنتدى. شو هي؟ كان يطلقوا صاروخ ما كان يطلع ولا يفشي ولا شيء. لهيك انه انا سؤالي هو للانترنت وكل وسائل التواصل الاجتماعي لنطور من مهاراتنا. ما تم استخدامه على نطاق واسع. يعني خلينا نقول ضمن القوات العسكريه ما تم استخدامه مع انه الشرطه الامارات قناه يوتيوب او اذا ما عنده قناه يوتيوب كمان جايته اشعار بهذا الخصوص. كوسيط او كمعدات وبرمجيات او تطبيقات تمام. السنة عملنا المنتدى بمدينة الحسكة وتضمن عدة محاور النزوح التحديات والمآلات بالإضافة لقصص نزوح والشباب وبناء السلام بالإضافة لمحور الشباب والبيئة والشباب والإبداع. كمان من محاور المنتدى الشباب والشأن العام والشباب وتكنولوجيا الاتصال أوجه الاستفادة وسوء الاستخدام. طبعا الهدف من المنتدى هو إحداث تغيير لدى الشباب وإشراكهم في صناعة القرار. اجتماع الانترنت فيسبوك تويتر ما اعرف غيره، بس نحن فينا نطور هالمجال ولا لا؟ وبما انهم القوة الأساسية وكل الثورات الأساس التي بدأت في العالم بدأت بفئة الشباب، وبما نحن نرى الشباب هنا وحسب ما رأيت في مؤتمر بيل قد ذكر أكثر تفاصيل تخص الشباب من بناء وقوة ومن الشخصية واستطاعة توصيل رأي الناس، لكن ما أريده في النهاية هي الضغط، تكون وسيلة ضغط أو ورق الضغط على الإدارات الحاكمة وعلى الأشخاص المتنفذين في هذه البلاد من أجل إيصال روح الشباب، والكلمة الأخيرة للشباب تكون وهو من يفصل الموضوع. مناطق جغرافية مختلفة بيجوا هلا انا برايي المنتدى كثير منيح ويا ريت لو تصير منتديات اكثر عم تسمح عم تعطي الفرص للشباب انه يعبروا عن رايهم اكثر انه يوسعوا افكارهم وخبراتهم بكثير مجالات من خلال نقاشات والاراء المشتركه واللي صارت بالمنتدى بس انه في شغلات كمان انه ما عم تدعمنا منيح لانه يعني ايه عم نناقش ايه عم تتوسع خبراتنا كمان ما عم بنكر بس انه ما في شيء يدعمنا مثلا في مبادرات كثير جهزناهن بس ما في تطبيق على الواقع